هذا يبدو ممتعا يا صغاري، ما الذي تلعبونه الآن؟ تفادي السقوط، نتفادى الصخور المتساقطة وإلا نستبعد. ياه، خرجت الآن. انتهى سقوط الصخور، حان الوقت للعبة أخرى. أنا لدي فكرة، من سيفكر في أفضل لعبة؟ فكرة رائعة. نعم، ماذا عن التأرجح؟ أو القفز. وماذا عن التزلج؟ يا آياتي، أيمكنك صنع هذا الشكل؟ يمكنني المحاولة. ماذا عن هذا؟ فأنا ما زلت مرنة بعد كل هذه السنوات. انظروا إلى تزلجي الملتف السريع، سوف أنزلق على ظهر آياتي. سأشاهدكما. أجل! هذا يدغدغ. استمتعوا بوقتكم، هيا دعوني أعدل جسمي من أجل. احترسوا! لكن آياتي؟ آياتي! آسفة يا صغاري، لكنني فقدت توازني. هل تأذيتِ؟ لا لا، إنني بخير تماماً. لكن لا يبدو أنني أستطيع الوقوف على أقدامي. لنساعدها! استخدمي التريسيراكوا الآن! هيا! شكراً، كنت سأتحول لفطيرة. أخشى أنني ثقيلة جداً عليكم. أنا آسفة يا آياتي، ما كان يجب أن أطلب منك الوقوف هكذا. كان ذلك حادثاً يا عزيزتي، من كان يعرف أنني حساسة؟ انقروا شاشاتكم لفيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.